كفل 33 الزنا خذلان الدنيا والآخرة جموت يا دنيانا يا آخرة وردات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن الله تشولي لمن كرمات تشولي إن شاء الله زاريم تكتاتاي درسات جنندك أتلنو. الأسباب المسيلة إلى الزنا ودى زنا يمي الدارسو تكباراتوك من ناتشو يمي لون በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈቃድ እያየን ነው። እንግዲህ ወደ ዚና የሚያዳርሱ እጅግ በጣም ብዙ መለማመጃዎች አሉ፣ መንሸራተቻዎች አሉ። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ዘው ብሎ እንደ እንስሳት ወደ ዝሙት አይገባም። ወደ ዝሙት እንዲገባ የሚያደርጉት እንዲለማመድ የሚያደርጉት ምንም የማንታቀዋል የቤት ልጅ የተባለችዋን አይን አፋሯን ልጃገረድ ለዝሙት አውጥቶ የሚዳርጓት ሰበቦች አሉ፣ ማለት ልምምዶች አሉ። በሂደት ነው። ዛሬ የተወሰነ እየተንሸራተተች አቋሟን እየለቀቀች አላህን እያመፀች መጨረሻ ላይ ሀያዋ ሙሉ በሙሉ ጠፍቶ በዚህ በቆሻሻ ተግባር ላይ ትወርቃለች ማለት ነው። እና አልአስባቡ ልሙሲለቱ ኢለዚና ማለት ይሄ ነው። ወደ ዚና የሚያዳርሱ ምክንያቶች፣ ሰበቦች እነሱን ነው እየተማማርን ያለ ነው። ዛሬ ኢንሻአላህ አሰበቡ ሳሚን ስምንተኛው ምክንያት ሰፈሩ ልመርአቲ ቢዱኒ መሕረሚን። አላሁ አክበር። አንዲት ሴት ያለ መሕረም ሰፈር መውጣቷ፣ ጉዞ መውጣቷ ሌላው ለዝሙት የሚያጋልጣት ተግባር ነው ማለት ነው። ሰፈሩ ልመርአቲ የሴት ልጅ ጉዞ ቢዱኒ መሕረሚን ያለ መሕረም ያለ ዘመድ ማለት ነው። ወዓላ ወጅህ ልኹሱሲ አሰፈሩ ኢላ ቢላድ ልኢባሐቲ ፊ ሸርቂ አው ልገርብ። በተለይ ለኢባሓ ለመዝናናት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ ብቻቸው። በተለይ የዚህ ደግሞ የሚገርም ነው በጣም በተለየ ሁኔታ። የሴክስ ቱሪዝም የዝሙት ቱሪዝም ብለው ገርቦች እኮ እነዚህ ምዕራባውያን ፐርፐዝሊ በቃ አላማ አድርገው ለዚሁ ለዝሙቱ በመዝናኛ ሰበብ ማለት ነው። ስሙን ያው መዝናኛ ይሉታል፣ ግን ትልቁ ትልቁ ሀደፉ ግቡ የዚያ ጉዞ ለዝሙት ነው። የሚታወቁ ሀገሮች አሉ፣ ለምሳሌ እንደነ ታይላንድ የመሳሰሉ ሀገሮች። እነ ታይላንድ የሀገራቸውን ኢኮኖሚ ከሚደግፉባቸው ከሚደጉሙባቸው የጂዲፒያቸውን ማለት ነው ከሚደግፉባቸው ሴክተሮች ዘርፎች አንዱ ይሄ የዝሙት ቱሪዝም ነው። ሴክስ ቱሪዝም ይሉታል እነሱ። አላህ ይጠብቀን። ሐቂቃ እንግዲህ በአመት ብዙ ሺህ ጎብኚዎች፣ ብዙ ሺህ ቱሪስቶች ያው በመዝናናት ሰበብ በዚህ በዝሙት ለመጨማለቅ እዚያች ሀገር ይጎድፋሉ ማለት ነው፣ ይነጉዳሉ። ወልዕያዙ ቢላህ። አላህ ይጠብቀን። እንግዲህ የሰው ልጅ በዚህ ደረጃ የዘቀጠበት ሁኔታ ነው ያለው እና አላህን መጠበቅ አላህን ሁሌም አለብን። አላህ ተጠባባቂ ነው፣ በሁሉ ነገራችን ላይ ይከታተለናል ብለን አላህን መፍራት ተገቢ ነው። ኢተቂላህ ሐይሱማ ኩንት፣ የትም ቦታ ብትሆን ወይም የትም ቦታ ብትሆኚ አላህ ያየኛል፣ አላህ ይመለከተኛል፣ አላህ በእኔ በሁሉም ነገሬ በሁሉም ጉዳይ ላይ እያየኝ እየተከታተለኝ ነው ብለን ማለት አለብን ማለት ነው። አላህን መፍራት አለብን ወላሂ። ስለዚህ አላህን እንፍራ ለማለት እወዳለሁ። قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نهى المرأة
أن تسافر بغير محرم. نبي عليه الصلاة والسلام انقدي سيت ليج يا لمحرم يا لبال ويم يا لليلوش يقرب زمدوش مالتنو وزون لا توتعى بتشوان كالكلو مالتنو. ومما ذلك إلا أن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها. إمام ابن القيم ناتشيني على تنبدي نبي عليه الصلاة والسلام عند السيتن يا لزمد يا لمحرم قزون دات وتأكلكلو لا من دنب إلا أن سفرها بغير محرم يا قزوا يا لمحرم كهنا قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها. بس ولا يلا في اللاغوتن بس ولا يمي السرات هنكولن لما كلاكلنو نبي عليه الصلاة والسلام إهن نهج يدن الجوت مالتنو سلزي تلك تنكاك أسفل لقوال الله المفرات تقابينو إهن بتملكة تنقدي نبيو حديثوش بتعم بزوناتشو بخاري لا لا ينكو بخاري لا يتتكسو تنكو بالناي مجمرة وسعيد الخدري يزقبوت حديث على بخاري لا نبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة مسيرة يومين يا سيت ليج غزون داتو وتعبتشوان يهولت كان غزون علو إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ويبالو منور اللبت على بلزيا ليلة لسو أجنبي يالهونو محرموش زمدوش يقرب زمدوش لينورو يقبال لالو እንደዚሁ በሌላ የቡኻሪ የሙስሊም ሐዲስ አቡ ዳውድ የዘገቡት ሐዲስ ላይ እንደዚሁ ኢብኑ ዑመር ናቸው የዘገቡት رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة يا سيت ليج صوتك ان غزون لا تغواز لا تسافر المرأة سيت ليجي عتقوازم ثلاثا سوستنكن يسوسكن منجدن لا مع ذي محرمين زمد عبروات يهون بهون انجي يعلى زمد مهيد عتشيل ميالونو من دازيو هونم أبو هريرة بزقبوت ليلو يا مسلم إمام أحمد حديث بخاري حديث نتزقبو نزيو نبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ألو لا عندي سيت عيبك اللاتم تؤمن بالله واليوم الآخر با الله النابة مجرشوك أن لم انت من سيت عيبك اللاتم عيبك اللاتم من التدرج أن تسافر مسيرة يوم وليلة يا عندك أن نجوزو بتشوال التير مالك كان الناماتو يكنا سرعوا للتالة يمات واسره للساعات هاي راس ساعات مال يا هاي راس ساعات بزول التدرج يكأن يا عندن كان النما تعمل يا عندن بزول التدرج عيف كل اللاتم ليس معها كرش عجار ساينور حرمة أي محرم يقرب زمد ساينور للصا أجنبي يالهون سو ساينور بتشوان مهيد عاتشيل ميالون النبي عليه الصلاة والسلام انجدي እዚህ ላይ ቁጭ እናድርግና ራሳችንን ፈትሽ ሐቂቃ ህቶች እዚህ ላይ ራሳችንን አስቀምጠን ሸሪዓው የት ነው እኔ የት ነኝ ብለን በራሳችንን መፈተሽ አለብን። ዛሬ ላይ ህቶቻችን እንደው በአይሮፕላን መሄዱ ይቅርና በረሃ ለበረሃ እኮ የማንም ወንጀለኛ የማንም ዱርዬ መጫወቻው ነው እኮ አስቡት። እስኪ በየመን በበረሃው በምኑ በተለያዩ አረብ ሀገሮች ቆርጦ ለመግባት በሚደረግ ጉዞ በህቶቻችን ላይ የሚደርሰውን ስቃይ መቼም ይህን ያያችሁም ልትኖሩ ስለምንትችሉ ማለት ነው ምን ያክል ከባድ እንደሆነ። ገና ከዚህ ከቤቷ አጥር ስትወጣ ነው ሴት ልጅ ፈተና የሚጀምራት። ከእናቷ ቤት ወይም ከባሏ ቤት ቅጥር ግቢ ከዚያ ከተከበረው ቤቷ ስትወጣ
جنا أزيو دلالة ويجمراتان أسبوت نري نبي عليه الصلاة والسلام يكلكلو تنكل كلا إنيا عشان فريبلن سنوتا فتنو أزيو جنا أزيو بيتاتشن برلينو مجمرل حقيقة إن برم بنقول لكم من دوب لا كبادنو كبيت جنا يجمرال باسبورت قبلي يتبالا سكيت كلهم يقل في اللاغوتون يقل شهواون ليوتا بشنو يفلو بكا تقالت شا لبتشا شو التاش كزيا كمتنو ربت هاجر ولو انا كتما ولا دي سابا ستيجي كزا دي سابا بولي لال دي سابا يبرراك انيش اسكمي درس درس مكويت تشجرو تشالو بزونا غرو تشالو حقيقة بزيا مكاكل سنتدو تشاشنا تشو بزونا غرو تشو يتبالا شو ሳይወዱ በግዳቸው ለዝሙት የሚዳረጉ ሁቶች አሉ። ከዚያም ባለፈ ከዚህ አጸያፊ ተግባር የተነሳ ላልተፈለገ እርግዝና የሚዳረጉ ሁቶች አሉ። ህገወጥ የሆነ አይሐራም እርግዝና ማለት ሳያስቡት። ስለዚህ አላህን መፍራት ተገቢ ነው። ሁሌም ሂሳብ መስራት አለብን። አላህ ዘንድ ያስጠይቀኛል ላያስጠይቀኝም። ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانت كو سلهرش ايساكلش سلهرش بتش ايساكل بلاش اتسبي كبيتيش وتش بقى راسشين لبزو انجلوج بزو چغروچن يالفش سرا سرا له مالك شي سكيت ادلم الله ان يامز النبينا عليه الصلاه والسلام ان كل كلا يابلاشن انت اينت ادغواچ وست مغبات تغبي ادلم الله ان مفرات يجبانا المالتنا إن شاء الله نا نبي عليه الصلاة والسلام حديثه إيه الناس يعلو للاو من دزوي بخاري مسلم حديث ابن عباس للقبط حديث الله نبي عليه الصلاة والسلام هنن ما استنكتوا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم بلوال النبي عليه الصلاة والسلام نبي كالكلوال قزو من داتو وجي أبيتشم أجنبي لا تسقبي إيه تلك الكلام الله أنا مفرات على اللبش الله أنا مفرات على اللبش بالا بيتش بلا اللبت هنيتا ما نموند ما نموند أنت بيت مقبات أي تلب فكاري اللشم أجنبي لتسقبي بيتش وست الله أنا مفرات تقبينه فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج جيش كذا وكذا ومرأتي تريد الحج فقال اخرج معها يا النبي عليه الصلاة والسلام انت الله ملكتني هوي اني نزي نزي مبال زمشا لا يتمزقب بي الله لزمت ميستي رقمو بيتشو انا حج لتيرنا وسيلاتشو من دلنا يالوت تملس كسو اقار عبرك حج عدرقنا يالوت النبي عليه الصلاة والسلام سلازي اليوم الله انا مفرات على اللبات وبتلي بتلي زي حجر بيت كل ጭብለ ጫትህን ይበላ ሚስተን ወደ ውጭ ምን ትልክ ወንድም አላህን ፍራ ሲጀመር الرجال قوامون ቤተሰብ አስተዳዳሪ ወንዶች ናቸው ብሏል አላህ በቁርአኑ الرجال قوامون በቤተሰብ ጉዳይ ላይ ቤት ሚስተን በማስተዳደር ኑሮህን በመምራት ቤት በመስራት የቤት ክራይ በመፈለግ አጠቃላይ የቤትን ጣጣ አንተ ነህ ኃላፊነት የምትወስደው أنت لا ينواجب ونجي مستهلك كالصابر يتقبل كأنت زليل أقبتك ندفلك يتشفرك متنوربت شريعوي مبتم سلطان ميلا الله أنا مفراته مستو تشاتشون زياو يازو رزق أتشون فلوغو تنكراتشو بالاكشو بات واتاتشون مسرات كالباتشو وندموس وندوشناتشو سلازيه تو تشاتشنن لالتفلغة أدقى من قابزات شو إن يو سلهونن الله المفرات تقابينو إن سفر المرأة بدون محرم يميلون حديث بتملكة تنقليه الشيخ عبد الله بسام من إلاله تيسير العلام شرحي عمدة الأحكام ملو كتابات شو لاي من إلاله قال الشيخ عبد الله البسام حفظه الله تعالى ياو ايه كتاب التسعفة قزين قدي بهوت سلا نبرونا ويو الفو الله اللي يلوم شيخ عبد الله رحمه الله
تالك سنة علماء ناتشو ساتشو من الالو المرأة مدينة الشهوة والطمع سيت ليش ببهاريوا يا شهوة يا في اللابوت معك النج كله مسف من البال بكا يو لكل ساكت لاقيت تبلوان كله مسيت يا راسو انا فلاقي نوروان بكا يودك مانيوم يودك انا غير كومي انا سوال وانا نغرنيا انفلغون بلا من تلو ليلو بدقل يارغو يشل انا لكل ساكت لاقيت بكا يتشات تامرم ويم هيزم بلو نو تبلو ወንዱን የሚፈልገው ይኖራል እሷን የሚፈልገው እሷ ባልቴት ናት ተብሎ ተተቹ ለእርሷ የሚያነሳት ሰው ይኖራል በዛ በግንኙነት የሚፈልጋት ሰው ይኖራል እና ሴት ልጅ የአደጋ ማዕከል ነች የፊትና ማዕከል ነች ማለት ነው ወይ ላ ተካዱ ተቂ ነፍሰሃ ሊضعفها ونقصها ከኢማኗ እንግዲህ ነቅስ ጉድለት የተነሳና ከድክመቷ የተነሳ ራሷን መጠበቅ አትችልም ማለት ነው ولا يغار عليها مثل محارمها الذين يرون أن النيل منها نيل من شرفهم وعرضهم لرسو رقمو لزات لسيت عند محرموا عند قرب زمدوا أمي سالات أمي السبلات يلم ولا يغار عليها بس سوالي أميك أنا يلم سوالي بمي درس بات عدقا سوالي بمي فسم مدفو نقر أميك أنا يلم مثل محارمها يقرب زملو تشوى بالوا ونجموا قطوا أباتوا نزينا تشوى محرم أبات مستو لايز متسفتسن بس يلو بالم من نزيو ونجم من نزيو سلازي النسونا تشوى ميكا لكالو اللات مالتنا الذين يرون أن النيل منها بس ولا يمفتس من نجر يا يالو نيل من شرفهم وعرضهم بالنسو لاي بكبرات شو لاي በልቅናቸው ላይ የመጥ አድርገው ነው የሚወስዱት እንዴት ለምሳሌ ሰውየው እህቱ ላይ ዝሙት ሲፈጸም እሱ ነው የሚጎድፈው እሱ ነው የሚሰማው ማለት ነው ልክ እሷ ሲሰማት እሱም ይሰማዋል ለዚህም ነው አላህ መህረምን አብሮ የፈቀደው ማለት ነው ጉዞ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባስተማሩን ሐዲስ መሰረት ማለት ነው والرجل الأجنبي إنما يخلو بلا أجنبية يعني زمر يال هونو أجنبي يهونو وندقن يفتنال بناتو درجة بهتو درجة بلجو درجة يما يتعاكل لا ينورو يجلال مالت الله نمي فروسه وجه يتفو أجنبيين بس نسرعات تبكو قات آمي جاتشو لا يكون دقج الصلاة إذا مطلع لما فسأم الله لا لما مثلا كات إمي أدرك سولي نوري جلال أجنبي نبي يكون أجن لذا يمد دارجو سام فتاني النتواصل منور هذا قال أي مودك دلالة شونو سلزي حينما يخلو بالأجنبية يكون معرضا لفتن الشيطان ووساوسي أبي أجنبي يكون أجن الله أكبر ሸይጣን በራሱ ይፈትነዋል ማለት ነው እዚህ ቆሻሻ ተግባር ላይ እንዲወርቅ ሊያደርገው ይችላልና ይሄ ትልቅ አደጋ ነው ይላል لهذه المحاذير التي هي وسيله في وقوع الفاحشه وانتهاك الاعراض በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ አደጋ ምክንያት ይሄ ትልቅ የሰዎችን ክብር ማጉደፍ ነው የዝሙት بمهنوم نبي عليه الصلاة والسلام مالتنا حرم الشارع على المرأة أن تسافر يوما أو يوما وليلة ومعها ذو محرمين كالسواغار زمد ساينور انداتهد يكالكلو تبزي مكنيات نيلالو بسام نقدي وهو يزو محرم من لو بعلوا ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبين لمسالي عباتني مثل بالوان لجوا وندموا اغوتوا اغوتوچو انجدي بناتوان باباتوان بكل يالو اغوتوچو معناتنو بنسو انذي محرموچ ناتشو زمدوچ ناتشو كنسو دار مهيب تشلالچ ويم دغمو اوالدي زوجها كبالوا
عبات گار مگواست چلالچ او بنی ویم کبالو الچ گار وین نزل ودا تاچم کورد ی بالو ای لج لج گار لزا یادرگچ میرت چلالچ ویم برضع بطبی يمنت گناناچون كابيها واخيها منه كوندمو اي طبي وندموچو گار گوزو بتگواس چگر يلو مال انزي زرزرناچو انگدي محرموچ ناچو مالتنو نا كنزيوچ محرم يعني اگوتي لج نو يا خستي لج نو ايسرا محرم ادلم يا خستي لج انچ ماغبات چلالكو سلازي تنقاق يادر بتالي يا اگوت لج يا خستي لج ميبالو نغروچ بتام اگر مياطفو بزو چگر ميفطرو گداوش ناچو نا اللهن مفرات تگبي نو باكاچو اللهن النفرا بتام تلك أدعاية يتفت أرسلوه نمالتنا إن إيه هو اللي قد دايبا من دينو بزيه بجوزو مكنياتي متانو مالتنا بتلاي بتلاي أهو لا يعلون جوزو بتملكة بتش أباشون بتملكة العلامة الشيخ فوزان يعلو تنقر علم التنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات ملو كتابات شولاي يعلوتنا قرال فالذين يتساهلون في هذا الزمان في سفر المرأة بدون محرم بزي زمان علو بزي زمان النزيا سووتش علو يتساهلون شلا يميلو قلال لا درقو يميا يسووتش علو بزي زمان سيتلج يالا محرم قزو موت آتوان مالتنا عندي تسيت يالا محرم قزو موت آتوان قلال لا درقو يميايو سوج في كل سفرين لا يوافقهم عليه أحد من العلماء الذين يعتد بقولهم بنقراتشو تل قمت يميست أو عندما علماء مدقفاتشو إلا ملالو عندما علماء وقولهم إن محرمها يركبها في الطائرة ثم استقبلها محرمها الآخر عند وصولها إلى البلد الذي تريده الزيه ألو هاجر وست محرموا كذو كبيتوا جمرو تنكباك بوزاو عير منجد بولي شينياتال ازي رغمو متي دبت هاجر لمثالي سعودي مكون ازي رغمو ليلا محرم يقبلاتال بلو يميلوت مياقربوت ماسرجالو ايهي زنبلو وداقي مرجا زنبلو نو ايهي ياهون انتن متمامنيا يالو مرجال اللب لمن دنوارو لأن الطائرة مأمونة بزعمهم لما فيها من كثرة الركاب من رجال ونساء ياو بزو سوسلا منور عيروب لالاي چگري اللوم بسالان بس عراتوش تدرسال لچنا يبلت اهي چگر عامت عباتم نا لفتنا اياقال لطاتم يميلو تنگر اواج ادلم يالونو إهن قداي تلاق عليم سملسو منالو نقول لهم كلا إهن من تلوت نقر مالتم كزكا بيتو مهرميزو شنيتو زامتك أبايادر قولات كادقا بس قدامنكو يتسببت بوتا تدرس اللتي من تلوت نقر آيهون مالو فالطائرة أشد خطرا من غيرها لو انجاوم كاليلوش ببلت أوروب لانوستنو تلك عدقا يالو لأن الركاب يختلطون فيها وربما يجلسوا إلى جنب رجل اليوم بزو اختلاط ياللبت كزيان باللفة ملكو أجنبي يقولن هلو من تكامة تبتوني تالة سلازي عدقا وبت عمي كفانوالو وربما يعرض للطائرة ما يصرفها عن اتجاهها إلى مطار آخر اليوم الساكة من تفلق بات عاقر يالتاسبة للابوتا لتير تشلالج ترانزيت هادر قولة مستالي السواد وبايكونا من تيرو بالي لاغر عرفو ويقبس ويهون عاقر عرفو ترانزيت هارا قال لي أوروبلين مالاتم ليلو تسافاري وچنكا ياغر ويسابة السبب ميربت ونيتال لنا تلايو عقاد آمي وچيف فتر اللولو فلا تجدو ما يستقبلوها اندياوم ما ساستو للاغر ولو لوسداتي چلال ميكبلاتو لاتاقيت چلال لچالو فتكونوا معرضة للخطر لا تلك عدقها تقالاج لتنتج لالج
يتبالبتم اگر هيدا براسو ميقبلات سو لا يدرسلات يشلال بميفلقو هنيدا زو وچبلا تلك عدقا لا يتقالت تشلالك وماذا تكون المرأة في بلد ولا تعرفه ولا محرم لها فيه انقري ما انتاقو اگر كهدج ميقبلات يلا محرم يلا من دين تبون عليك بلا شنو متلوت بلوت إياك أقرب لنا تلك عدا قالوا يا له محرم جزو ما وتعت فتنا وبت عم سفينه وتوتشي وندم وتشي سلزي الله أن النفرة الله أن النفرة كذي كحج جارت عيزوم يا له محرم من هير سويج لعمر سايك على راسو من هير سويج الله أن النفرة تعلب ياو خلاف بينورهم تلك أقوى من دنو وقال 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 الجمهور لا يجوز إلا مع زوج أو محرم وهذا هو الصحيح إيه نو صحيح بك إيه نو واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في الحج والعمرة إلا مع ذي محرم محرم قدنا قد عندنا علموك كفيل مالتنا وقال بعدهم يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام حج سايكر راسو يسيت جماعه نو عمرام يسيت جماعه نو بيدو تقري اللوم يالوالو روز روغن دليل صحيح يهونون بما يتقن عايفك أدمي ميلو ميزاني دفال الله المفرات اللبن ندو كشجرنا بات ام تلك ادغا كدرسبات سيت ليج بتشوان اندت هيد ميفقدلات هجرا بتشانو بقى ككفر هاجر ود توحيد هاجر بقى زي باللچبت هاجر دينوان متكبر ممار توحيدن مفصم كتشجرج ككفر هاجر ود توحيد هاجر مسدر تشلالج إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم محرم بايهون كون كتبلا يعني كفر هاجر لك ما هي يفكر الله تعالى مالتنا ونا ليلوش جزوش جن يا له محرم أي فكرهم زقناتشو الله أن النفرة بقى شو بتعم تلك عدقا يتفترنا بزونا قروتش يتبلا شو نهو توتشي زاريو تمرتاتشين انقلي إن شاء الله هني مسلال وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم.